معي شغلات معي شغلات بزاف. مشيتي تقدا ما تصدمتيش؟ بطبيعة الحال تلقى كتشوف داك الشيء وكتجمع راسك مثلا، وليت كتاخذ سليفله ولا كتاخذ طيطه ولا تاخذ وحده، راه مشكله. السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدي شوف تي في هذا البث المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء، وبالضبط هنا نواحي مدينه القديمه. فاحنا اليوم مع واحد المواطن الدرويش اللي كاعي على غلاء الموارد الاوليه، اللي منها البيض، الدجاج، اللحم، كيف ما كتشوفوا كيف ما شفتوا في لايفات المباشره ديال الزملاء ديالنا ولا ديالنا حنايا اللي كنا في السوق ديال اللحم، لقينا باللي اللحم ولا داير 120 درهم 140 درهم. يعني الدرويش اللي عنده اربعه الاولاد خمسه الاولاد ما يقدرش يتقطع، ما يقدرش ياخذ اللحم ب 120 درهم 140 درهم 130 درهم. فالناس كاعين، وهذا مواطن حتى هو كاعي اللي مشى يتقدى اليوم في الصباح وتصدم بالغلاء ديال الاسعار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قول لي عاودنا، مشيتي تتقدى الصباح شنو لقيتي؟ بطبيعه الحال دابا ولينا كاع والله الا ولينا كنحشموا كاع نخرجوا نتقداو بالله، لان هذا الشيء اللي يمكن نقولوا حنا اللهم ان هذا منكر، ونقول اللهم ان منكر ثلاثه المرات، لان كتمشي دابا لاش ما مشيتي ما بقيتي كتصور اولا المداخل والو، والغلاء اللحم 140 درهم اللهم ان هذا منكر، و130 و120 الدجاج اللي كان تنخسوه ب 8 درهم 10 درهم ولا وصل 30 درهم، الاسماك ما كنا كنقدوه كاع نشوف، وهاد السردين اللي كنلقاو 25 30 درهم شي حاجه، والمداخل ما كايناش، كيفاش نديروا الحياه ديالنا، كيفاش غنعيشوا؟ انا اللي كيمكن لي نقول اللهم ان هذا منكر، لان هذا الشيء كثير على المواطنين وغالي على المواطنين، والمداخل ما كايناش، وخاصة اللي عنده السكن وعنده الولاد، كاين اللي عنده ثلاثة الولاد وأربعة الولاد وكذا، أش غيدير كيفاش غيعيش الإنسان؟ إذا هنا شي حاجة اللي كتكره هاد الشباب وكتكره هاد الناس وكتكره حتى المواطن في البلاد ديالو، ودابا هنا كنشوف أنا شكون اللي كيدير هاد الطريقة هادي اللي كتكره المواطنين في البلاد ديالهم، وعدد ديال الشباب دابا ولينا كنشوفهم تيقول لك بغينا نمشيو نهاجروا، تيقول لك هادي ما بقاش بلاد، هذا لأن هاد الشيء كيشكل خطورة، وكيشكل خطورة على المجتمع ديالنا ككل، وكيشكل خطورة على الشباب، غنفقدوا حتى الشباب ديالنا، هاد الشيء راه خطير وخطير جدا، اللهم إن هذا منكر، والله إلا شي كيبكي، قسم بالله ما كنقدرش تقدو تخداو حتى الخضاري ما قدا قدو اللحم ولا كتشوفوا حاجه، هذا الشيء راه اللهم ان هذا منكر، ما بقيتش كتصور حتى حاجه، كدوز كتخدم نهار حتى ثلاث ايام اربع ايام وانت جالس ولا سيمانه، كيفاش غادي تعيش؟ كيفاش غيعيش هذا المواطن؟ وخاصة ان المغرب الحمد لله فيه الخيرات، فيه جوج البحور الحمد لله، بلاد فلاحية، بلاد الخير والكرم، الناس الجود والكرم، كنا كنعرضوا على الناس، كانوا كيمشيو الناس، كانوا كلوا كنشاركوا، دابا الانسان ما قلقى باش يعيش حتى بوحده، بوحدك ما بقيتي لقيت تعيش، عاد كيتعيش بنادم كيتعرض على الناس، وليتي كتحشم كاع المارشي ما كنا كنقدو نمشيو، ولينا كنستناو حتى الليل شي حاجة شايطة، لا شي واحد شاط عليه شي حاجة كيبيعها في الليل شي حاجة، وليت تاخذ بطيطة في ليفلة في شي حاجة، ومع ذلك تلقى راسك مقهور، هذا الشيء اللهم انه منكر. والكاملة دابا راه ولات خصك لها 70 80 درهم 60 درهم وما قاده والو، ما اش غادي دير فيها وما يمكن شيء، وفين بعدا المدخول وخاصة يا 70 جوج الناس إلا كلاو فيها ولا قداتهم شي حاجة والمدخول فينو؟ قلنا لك إلا بريكوليتي كاع دابا حتى الحركة فين هي؟ كتخدم النهار كتبرك ثلاث أيام أربع أيام سيمانة، أنا هذا الشيء بان لي شي حد اللي داير هذه المسائل على المواطنين وخاصة المغاربة، وعلى خاصة الناس مساكين اللي بحال الحرفيين بحال الناس اللي كيخدموا هكا في البنية في المدا في الصناعة التقليدية في كذا، الناس تقهرات والناس كتورك عليهم باش يفقدوا الثقه في البلاد ديالهم، يفقدوا الثقه في الوطن ديالهم، وكاين جهات اللي خدامين عندهم الفلوس زياده اللي كيخدموا لك بحال في المحرمات بحال كذا، تلقاهم عايشين، والناس مساكين البسطاء اللي كيبغيو يعيشوا بحال لقمه عيش ولقمه حلال، راه التكرفيس اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. شحال خصنا في الصالير باش نقدروا نواكبوا؟ لا ما كي راه الصالير خص هذا الشيء تكون القضيه عندهم الناس تخفيضات في المسائل والحركه تكون، والناس وخاصه كما كنقولوا الناس خصها الرفع، لان باش نبدا نكرهوا بنادم في الوطن ديالو نكرهوا بنادم في البلاد ديالو راه ما يمكنش، هذا الشيء غادي نفقدوه ونفقدوا الشباب كما كنقولوا، نفقدوا عدد ديال الشباب اللي كيمشيو يموت في البحر، شي يمشي هنا شي يمشي هنا شي عدد الناس كيولي عندهم مشاكل، عدد الناس الشباب اللي كيطلقوا المراوات ديالهم لان تيتقهروا، هي كتقول هذا هو هكا وما تيلقاش الامكانيات كيولي انسان مقهور، هذا الشيء اللهم انا المكر هي اللي يمكن لنا نقول في هذا الشيء لحقاش هذا الشيء تقهر وخصنا الناس.
شنو الحاجه اللي تشهيتيها هذه زمان ودابا ما قدرتيش؟ واه بطبيعه الحال هنا مشيين كلشي تنشهدوا الخضر المزيانه، كنبغيو الحوت، كنبغيو اللحوم، كنبغيو الدجاج، كنبغيو كاع بزاف حاجات، بزاف حاجات تنبغيو نتشهاهم، وكنا عايشين بهم وكنا بخير ومبرعين الديسيرات. ولا الديسير كتشوفوا ما بقيتش كتسوق لي، حنا كنا كناخذ ديك الساعه دلاحه ب 8 دراهم 6 دراهم 10 دراهم دلاحه قدا قداش، دابا ولا كيقول لك 6 دراهم 7 الكيلو، والهنديه كنا كناخذوا عرام درهم فيه 6 7 الهنديات، دابا كتمشي للهنديه كيقول لك 5 دراهم 6 دراهم 4 دراهم حبه وحده، على كيفاش شنو هذه؟ وحنا ما كنا عرفنا واش عايشين حنا في البلاد ديالنا اللي المغرب، ولا عايشين في شي دوله اللي ما عرفش شنو هي الدوله كاع اللي فيها، ولا شي حد ولا كيسيطر علينا حنا بهذه الطريقه، وكيفقدنا الثقه في الوطن ديالنا، وكيفقدنا الثقه في البلاد ديالنا، لان هذا الشيء خصنا ناس يكونوا نزهاء، وخصنا الناس يكونوا وطنيين وحرار وغيورين على الوطن ديالهم وغيروا على البلاد ديالهم، لان هذا الشيء جايب لي ان الناس ما بقاوش مغاربه، هذا الشيء اللي كيديروا هذا الشيء ماشي مغاربه، هادو شي ناس اخرين، شي قلت لي كيفقدوا المغربي كما قلت لك تيزيروا على الانسان المغربي، والمغربي اللي تيفقدوه الثقه في الوطن ديالو وكيزيروا عليه حتى كيولي واحد الانسان ما بقاش طبيعي. تيولي واحد الانسان اللي كيولي حتى هو شرير، لان هاد الضغوطات كتجعل من الانسان اللي كيكون سليم والانسان شريف والانسان اللي تيكون طبيعي وعادي كيولي انسان شرير، وهادشي هاد الضغوطات كترجع هو واحد الانسان اللي تيولي هو ما بقاش يتعامل حتى مزيان، ما بقاش يتولي حتى هو اعمال، وتلاحظوا حتى شي طرق بزاف في البلاد تتبان تتكره المواطن في البلاد ديالو، ولينا كنشوفوا غير خاصة حتى المراحيض اللي تيكون في الطرقان وكلهم مسدودين، ما كيجعل الناس تيوليو كيتبولوا على الحيط، هادشي تيدخل الانسان تيفقد التوازن وتيفقد الثقه في البلاد ديالو، ما تقولش مرحاض اللي كاين في الشارع اللي باقي محلول، المراحيض تيقول شي ما تبينوش حتى كنصلحوا، قلنا لاباس شدوا داك الشيء، وشدوا هادشي قبل كورونا ومن كورونا ولحد الان هذاك اكثر من 12 سنه والمراحيض حتى هما، هادشي حتى هو داخل في نطاق تيكره الانسان، نزيدوا على الغلا حتى هو باش يولي الانسان تتخسر هنا في الطريق، تتولي تبول على الحيط، لا الراجل لا المراه، الانسان فيه السكر، وباش يولي الانسان اللي جالس عاود فاش يقول شكرا للمغرب والمغرب مزيان، يولي يشوف الانسان الازبال، يولي يشوف هذا الشيء، زيد على الحفر، زيد على الازبال كما كنقولوا، زيد على الناموس، اذا هذا الشيء شي حاجه كاينه، بغينا مواطنين صالحين ومواطنين اللي يكونوا تيبغوا الوطن ديالهم ويحافظوا على البلاد وينقوا البلاد، واولا وحتى في التصويتات والانتخابات تشوف واحد الانسان اللي يكون نزيه وداك الشيء، والحمد لله المهم راه بغينا البلاد ديالنا ترجع للطريقه ديالها، وبغينا البلاد، وبغينا الرخاء، وبغينا العمل، وبغينا الاجتهاد، وبغينا المواطنين الصالحين اللي يصلحوا لنا البلاد.